عبر عن فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006، واللي حقق فوز كبير على ضيفه عزبة النخل بستة أهداف دون رد في المباراة اللي جمعت بين الفريقين امبارح على ملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة منطقة القاهرة. جاءت أهداف فوز الأهلي عن طريق يوسف إسلام 3 أهداف، يوسف محمد، محمد رضا، وعمار وليد حافظ بهدف واحد لكل منهم. بهذا الفوز طبعا رفع أهلي 2006 رصيده إلى 54 نقطة بعد ما حقق الفوز في 17 مباراة والتعادل في مباراتين، مسجلا 98 هدف مقابل 4 أهداف في مرمى. نحب كمان ننوه بقى عن أنشطة لجنة الشباب بالنادي الأهلي بالتعاون مع اللجنة العليا للجان وتحت إشراف الإدارة التنفيذية، اللي هتقيم دورة عائلة الأهلي الرمضانية لكرة القدم فوق 30 سنة لجميع أعضاء النادي الأهلي. هتقام الدورة الرمضانية على ملاعب النادي في فرعين الشيخ زايد والتجمع الخامس، وحددت لجنة الشباب شروط المشاركة في الدورة الرمضانية لعائلة الأهلي بحيث تلعب الدورة بنظام 11 لاعب لكل فريق، وهتضم قائمة كل فريق 25 لاعب بحد أقصى، وأن يكون اللاعب عضو بالنادي الأهلي، علما أن إجمالي قيمة الجوائز المقدمة ستكون 120 ألف جنيه للمراكز الثلاثة الأولى. كمان لجنة الشباب هتقيم بطولة عائلة الأهلي الرمضانية الثانية للبادل، هتقام تصفيتها على ملاعب مقر النادي بالجزيرة وفرعين مدينة نصر والشيخ زايد، على أن تقام النهائيات بفرع مدينة نصر، وآخر موعد للتسجيل 14 مارس الجاري على أن يكون المشارك في البطولة عضو بالنادي الأهلي ولا يقل عمره عن 18 عام. يعني على ذكرى بقى دورات الرمضانية، يعني أعتقد على ما أتذكر رمضان اللي فات كنت بالظبط كنت مشاركة. كلمينا عن تجربتك أكتر يا نهواند في الدورة الرمضانية. بصي هقول لك على حاجة، يعني أنا وأنا صغيرة كنت بحب الكورة، يعني أيام 10 سنين وحاجات زي كده كريم، كنت بلعب في النادي كورة مع الولاد ده مبدئيا. والله انا على ما افتكر جبتي جول الفوز ده كده لفريقك. انا بحكي لك بقى باخدك من الاول، انا بحب الكوره جدا، كره القدم، وانا عندي 14 سنه رحت اتدربت برضو فتره مع المنتخب، كان تحت قياده سحر الهواري، بس ما طولتش معاهم الحقيقه، وخلاص بقيت العب على المستوى كده الودي. في الدوره الرمضانيه العام الماضي، يعني السنه اللي فاتت، كانت في دوره المتحده وشاركت فيها، والحمد لله انا اللي جبت الجول بتاع الفوز. انا كان نفسي ما اقولكش بقى انبسطنا كل الحقيقه. انا سالت على فكره عن الدوره الرمضانيه في النادي الاهلي، بس ما كانش فيه حسب علمي فريق للكره النسائيه، يعني كره نسائيه للاسف. فيعني العام الجاي ان شاء الله، السنه الجايه لو فيه اكيد هشارك. بس عايزه اقول لك في الدوره اللي فاتت لما كنت بلعب، انت عارف بقى ايه، ما انا بمثل برضو ايه قناه الاهلي أكيد. فالناس متخيله ان انا هنزل يلاقوا مثلا قفشه في انا مش بهزر، يعني اللي كانت بتعلق على المباراه وفي جماهير وكده، زملائنا في القنوات المختلفه طبعا، ونهواند من النادي الاهلي، ايوه بقى عايزين نشوف احسن لعبه ده النادي الاهلي. فكان مسؤوليه اصلا، واللي هو كاني ببص لاعب في الفريق. فطبعا بس الحمد لله، يعني شرفت الدنيا الحمد لله وجبنا جون الفوز. بس هي بتبقى حاجه جميله، وفي نفس الوقت لما بتتعمل حاجه زي في الكوربريتس او في الشركات، وقصه ان احنا كمذيعين كمان في القنوات المختلفه او حتى في قناه النادي الاهلي مع النادي، ان احنا نتعاون بقى بره اطار الشغل، دي حاجه حلوه بتقربنا من بعض. واحنا اصلا في قناه النادي الاهلي بصراحه، يعني لازم برضو ننقل لحضراتكم ده، احنا هنا كلنا اصدقاء، يعني حتى على المستوى الاداره وغيره كلنا اصدقاء على المستوى الشخصي، مش قصه بس ان احنا بنشتغل مع بعض، فعلا بتربطنا انسانيات ببعض. لما حد بيبقى عنده مشكله بتلاقي الناس بتتعامل معاه، مش قصه مثلا مدير وموظف او مذيع وغيره، لا احنا بنتعامل كعيله. فدي روح حلوة عندنا إن شاء الله بقى لو اتعملت ممكن زي ما بقولك نشارك. أيوة. كريم هل سبق وشاركت في دورة والله رمضانية؟ والله بصي أنا يعني خبراتي السابقة مع الدورات الرمضانية كانت زمان قوي، وفي اسكندرية تحديدا وفي نادي سبورتنج بصفة خاصة، ولكن عموما الدورات الرمضانيه دي بتبقى جميله جدا، وعلى فكره فرصه لاكتشاف مواهب غير طبيعيه. ده في شويه لعيبه حريفه بالمعنى الحرفي، ومش بينتموا للنوادي بعينها، يعني مش بيلعبوا بشكل نظامي في اي نادي من النوادي، ولكن بتشوفي في كل دوره رمضانيه شويه لعيبه زي الفل وحرفانه زي الفل. صحيح. ودايما من الحاجات اللي كانت على الاقل وقتها، ما اعرفش دلوقتي هل التفصيله دي اتغيرت ولا لا، في كل دوره رمضانيه بتلاقي دايما حد قاعد في المدرجات ومعاه زي مايك ودمه زي الشربات. أيوة أيوة. وتعليق كوميدي غير طبيعي على فعاليات الماتشات اللي هو بيعلق صح. عليها بتبقى دايما روح جميله جدا، والقعده دمها خفيف، وبتدي برضو عارفه
من ضمن السمات اللي بتميز شهر رمضان دايما الدورات الرمضانيه. صح. فكويس ان احنا لسه محافظين عليها، وكويس ان هي بتقام بشكل دوري، لان هي برضو فرصه عظيمه لتقضيه وقت حلو بعد الفطار. الناس بتستمتع جدا بالفطار. وجوائز ده في 120 الف جنيه برضو. الموضوع لا يعني الموضوع يستاهل المشاركه، الموضوع برضو ماديا حلو. لو يعني لو هي بتقول 120 انا بصيت لك حتى وقلت لك اوه ده رقم. لا يعني بالظبط. لا في ناس بتهتم كتير طبعا بالدورات الرمضانيه وبتستناها على فكره، يعني خلينا اقول لكم من رمضان لرمضان بتنتظر هذه الدوره. خلينا نشارك في دوره ان شاء الله رمضان ده ان شاء الله، او نشجع السنه دي هنشجع السنه الجايه هنشارك اكيد. اعلن الاتحاد الافريقي لكره اليد برئاسه البنيني منصور أريمو عن موعد بطوله كاس السوبر المقرر اقامتها بالجزائر بمشاركه الاهلي والزمالك. واكد الاتحاد الافريقي عن اقامه كاس السوبر يومين 14 و15 ابريل المقبل بالجزائر، حيث تشارك على مستوى الرجال انديه الاهلي الزمالك وسبورتنج من مصر بالاضافه الى جي اس كي الكونغولي، ويتاهل حامل اللقب لكاس العالم للانديه سوبر جلوب. اما على مستوى السيدات فتلعب فرق الاهلي وبريميرو دي اغوستو الانغولي وبترو اتلتيكو الانغولي ودي جي اس بي الكونغولي. طبعا الاهلي هو حامل لقب كاس السوبر الافريقي بعد التغلب على الزمالك بصله النادي الاهلي وتاهل طبعا لكاس العالم للانديه سوبر جلوب. نكمل أخبارنا والكلام عن البعثة المصرية اللي وصلت تصدرها جدول ترتيب العام في دورة الألعاب الإفريقية في غانا، حيث حقق لاعبو المنتخبات المصرية 66 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 36 ميدالية ذهبية 14 ميدالية فضية و16 ميدالية برونزية. بالمناسبة كمان مصر بتحتل المركز الأول في إجمالي عدد الميداليات بالدوريات الإفريقية، كما أنها أكثر الدول المتوجة بلقب الدورة حيث فازت بست نسخ آخرها دورتين المغرب 2019 والكونغو برازافيل 2015، بالإضافة إلى لقب أول دورة باسم الجمهورية العربية المتحدة في أولى نسخة من دورة الألعاب الإفريقية والتي أقيمت في الكونغو برازافيل عام 1965. طبعا استمتعت معاكم النهارده، ودي يعني كانت اهم الاخبار اللي معايا النهارده في برنامج الاهلي في رمضان او في الفقره الاخباريه اللي شاركت فيها مع حضراتكم. كل سنه وانتم طيبين، واتمنى تكونوا يعني استمتعتوا في الفقره معايا. قراءه جميله جدا جدا الاخبار. كل سنه وانتي طيبه يا روزان. وعايزه بس اعلق قبل ما تمشي، يعني الاوتفيت بتاعك حلو جدا جدا بجد، يعني مشكورك يا نهوان. كل سنه وانتي طيبه يا رب. شكرا، نورتينا.